مرض الصرع من بين الأمراض التي تحمل ملابسات كثيرة، فبين الجن وبين أمراض الأعصاب اختلفت الآراء. تعرفي أكثر في سيدتي على ملابسات مرض الصرع. مرض الصرع أسبابه وكيفية العلاج منه وكيفية تعامل ذوي المريض مع مريض الصرع. لحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الطحان، استشاري أمراض المخ والأعصاب. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا فيكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما هي مسببات مرض الصرع وهل يعتبر الصرع مرض وراثي؟ اولا انا ودي اشكركم على هالدعوه اللطيفه الكريمه، وهذا من باب طبعا يعني زياده الوعي الطبي خاصه بهالموضوع المهم. فالسؤال يعني الصرع ترى في نقطه مهمه جدا، ما بنسميه مرض لانه ما هو مرض بحد ذاته، هو عرض. اقرب شيء له هو الصداع مثلا، يعني الصداع أسبابه كثيرة، ممكن تكون عشرات الأسباب. مشكلة بالدماغ، توتر لآخره. نفس الشيء الصرع له عدة أسباب، ولذلك يعني هذا مهم جدا، لأنه معظم أسباب الصرع هي أسباب خفيفة من ناحية طبية، حميدة يعني نقدر نسميها معظمها. كونه مثلا واحد من الألف أو العشر آلاف عنده مثلا ورم في الدماغ سبب له صرع، هذا سبب جدا نادر. نعم. الأسباب مرض الصرع عموما هي أسباب حميدة جدا بشكل عام. كويس. واحد منها هو الوراثة. الوراثة تشكل نسبة كمان ضئيلة جدا من أسباب الصرع، كمان نسبة ضئيلة جدا. نسبة ضئيلة. وهذه الحقيقة شيء واحدة من الأشياء اللي الحقيقة بالمفاهيم بمجتمعنا اللي الحقيقة وده إنه يغيرها نسبيا الواحد. لأنه الحقيقة لا يجب أن ينظر على الصرع على إنه مرض وراثي. أسباب الأمراض الوراثية اللي بتسبب الصرع هي أمراض محدودة جدا. يعني إذا ما كان وراثي أو جيني، ولا حتى ما مستحيل يكون الصرع مرض جيني حتى. لا، ممكن يكون جيني. ممكن، ولكن أيه. سبب نادر. وهذه للأسف فكرة بمجتمعنا إنه اللي عنده مثلا صرع وهذا مرض وراثي. أيه. وأنا بخاف منه، بخاف مثلا أتزوج إلى آخره. يعني. لا صح. كثير دكتور يقول لك هذه العائلة فيها تاريخ صرعي مرضي مع الصرع. نعم. ما يتزوجوا منهم. هذه نسبة ضئيلة جدا. الصرع بشكل عام الأغلبية من مشاكل الصرع ما عندهم أي أسباب جينية أو وراثية. طب إذا يا دكتور إيش هي أنواع الصرع؟ يعني حضرتك ذكرت مسبباتها تعتبر في كثير من الحالات أو بعض الأنواع هي قليلة. خلينا نعرف إيش هي أنواع الصرع. الصرع مثل ما قلنا هو عرض لمشكلة في الدماغ، يعني إذا عندنا أي شيء مشكلة عصبية في الدماغ. أيوة، غالبا بالدماغ مثلا صار في رض على الدماغ. نعم. غالبا هذه أشياء يعني النظرية أنه تحدث في الطفولة، خلال الطفولة الولد بيطيح بيصير عنده التهاب بيصير كذا. نعم. ففي نقطة في الدماغ، منطقة بؤرة بسميها بالدماغ، هذه بتكون نشاطها غير عادي، وبالتالي بتعطيها الشحنة الكهربائية الآنية هي اللي بتطلع وبتسبب أعراض الصرع اللي بنشوفها. تمام. فهذه واحده من الاسباب اللي بنعتبرها هي الشائعه على الاكثر. طبعا الشيء الثاني هو الاستعداد، قد يكون هناك نوع من الاستعداد، بمعنى انا لو يعني بعطيك مثال، اذا ما بنام يومين او ثلاث ايام بدون نوم على الاطلاق ممكن تجي نوبه صرع او حاله تشنج. اي واحد مننا اذا ما نام. لذلك واحده من مشاكل المصابين بالصرع انه لازم يناموا، نقول لهم ناموا، لانه الاستعداد بيزيد بقله النوم. فهذا كمان يعني عامل اخر. اذا عده عوامل، عرفتي كيف؟ الاسباب العضويه يعني عند يعني مثلا حادث سياره، من اثاره او عقابيله على المريض انه ممكن يصير عنده صرع، يصير عنده هالتشنجات المتكرره، التهاب، صار عنده التهاب. التهاب السحايا او شيء. التهاب السحايا ممكن يترك هالشيء، بس طبعا التهاب السحايا اصلا ما هو سبب كثير، هو سبب نادر من اسباب الصرع بشكل عام. يعني ممكن يا دكتور انه الواحد يمر شخص بعرض الصرع حتى لو لم يكن مشخص بمرض الصرع، يعني اذا مثلا مر بازمه نفسيه صعبه، قله النوم وكذا وضغط نفسي، ممكن يجي له حاله التشنج هذه، صح؟ تمام. يعني شوفي هذه النقطه مهمه، شكرا عليها. لانه فعلا في شيء اسمه الصرع،
ويمكن نحكي على كلمة الصرع هذه الحقيقة اللي ما هي كلمة لطيفة الحقيقة، وحاولنا بوقت من الأوقات نغيرها، لكن عموما أنا ما بستخدمها مع مرضاي لأنه إلى خلفية يعني كلمة باللغة العربية كلمة ممجوجة شوي ولا تعني لا تنطبق مع المرض الحميد، لأنه هذا مرض حميد جدا تماما. فالفكرة هنا أنه عم تسأليني عفوا على على انه الشخص لم يعني يكون مصاب بهذا، يشخص بالمرض ولكن في اعراض نفسيه خلته يصاب بهذه التشنجات. يعني الصرع بنسميه صرع لما تحدث حالات التشنج هذه بشكل متكرر. ممكن نقول انه كثير من الناس، ما بقدر اعطيك يعني نسبه معينه، ممكن ان تحدث معهم حاله التشنج، يفقد وعيه ويروح ويطيح. اذا مثل ما قلتي مثلا تعرض لشيء، تعرض لظروف غير عاديه بيسموها بروفوكت سيجر، يعني المثاره هذه. لكن هذا بتحدث معه مرة بعمره وما بنعالجه أصلا، بنتركه، بنعرف أنه في سبب معين نفسي. أخذ له دواء أحيانا في بعض الأدوية تثير هالأمور، أشياء من هالنوع. لكن لما تتكرر هذه ما عند المريض مرة واثنين وثلاثة، هذا هذا بنسميه الصرع. أو بنقدر نسميه اضطراب الشحنات الكهربائية بالدماغ. يعني هو عبارة عن شحنة كهربائية تطلع بشكل مؤقت ولكن مفاجئ، تتعمم بالدماغ، بتسبب أعراض مختلفة عند المريض، سواء مثلا بالحركة، سواء سمع أو نظر إلى آخره، كل هالأشياء بعدها ممكن أنه تسبب عند المريض بفقد كامل للوعي. وهذا اللي بيصير، بيصير مع نوع من التشنجات بالجسم كله. وهذه هي يمكن الصرع بيجي من 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 هالنوع من التشنجات اللي بتصير. يعني هل هو درجات؟ طبعا هو درجات مثل أي مشكلة في هالدنيا الطبية، في الخفيف جدا وفي السيء جدا. عموما مثلا يعني مثل نقول 70-80% من المرضى علاج الصرع، اللي عندهم صرع متكرر يعني تشنجات متكررة، على العلاج بيكونوا مرتاحين 70%. فهم وضعهم من الخفيف جدا اللي أحيانا ما بياخذ دواء كمان. أيوة. يعني ممكن أنه تجي كل سنة سنتين مثلا. في ناس ما بياخذوا دواهم الى الشديد جدا اللي بيمثلوا 20-25% اللي ممكن يحتاجوا لدواء واثنين وثلاثه واحيانا جراحه والى اخره. بس نسبه قليله. يعني نفهم من كلامك دكتور انه لو صارت نوبه الصرع وهذه التشنجات للمريض ممكن هو يأذي نفسه، لانه ما يقدر هو يختار المكان ولا الكيفيه اللي يصير فيها. فجاه جاته هذه النوبه وسقط. صحيح. الحالة تعني أنه المريض فقد السيطرة على نفسه وما له وعي. فحسب ما تحدث معه، الموقع اللي بيكون فيه، المكان، يعني نفرض، وهذه كتير بتصير للأسف، يعني أنه هو عم يسوق السيارة. صحيح. بسوق السيارة، فهذا غالبا بتسبب بحادث. أحيانا بحياته وحياة غيره. صحيح. نعم. وهذا كتير يعني للأسف بنشوفه لا نزال، لأنه عملية الضبط لهذا الموضوع ما في لسه، يعني الريجوليشن او القوانين لسه ما انا متشور. موجوده طبعا، موجوده، لكن عمليه التطبيق ربط بين المرور والمستشفيات ما موجوده للاسف. وفي بعض المرضى يعني طبعا هذه يعني يمكن الطبيب بيتحمل مسؤوليه، مو بس المريض، توعيته انه هذا مهم جدا. انت عم تخاطر بروحك وبروح غيرك اذا سقت، وفي احتمال انه تحدث عندك. هل المريض يعرف انه هو مثلا في اشارات او علامات معينه هو يحس بها انه ممكن تجي نوبه صرع؟ تمام. في عندنا عموما نوعين من الصرع. تمام. اللي بيسميه الجزئي البؤري، بمعنى المريض بيحس انه في شيء عم يحدث عنده، احيانا اضطراب بالذاكره، بتلخبط عليه الكلام، هذه يعني اشارات، لانه الشحنه بتكون تحدث في هالمنطقه المسؤوله عن الحركه في الدماغ. او بتتحرك يده الى اخره لمده ثواني طبعا. يشعر انه في شيء حيصير معه. هذا عنده امكانيه انه مثلا يضغط على الفرامل ويوقف. لكن في نسبه كبيره بنسميها معممه، فورا تبدا فورا على طول. المريض ما عنده اي احساس انه حتجي الحاله، بيفقد وعيه فجأة هو على طيب دكتور عبد الرحمن، إذن فبالتالي في فرق بين مرض الصرع وبين شخص يكون عنده شحنات كهربائية زايدة في المخ، صح؟ إيه، يعني خلينا نقول إنه اضطراب الشحنات، خلينا نسميها، ما عنده يعني ما في شحنات زايدة، في عنا اضطراب في النشاط الكهربائي للدماغ. طيب.
نشاط لمدة ثواني مؤقت جدا، هذا يتسبب بهالحالة اللي بنسميها التشنج، حالة التشنج. حالة التشنج ممكن تحدث عند أي إنسان منا وما عنده أي مشكلة حقيقية في الدماغ، ولا تتكرر مرة ثانية. مرة واحدة هذه ممكن تحدث مرة بحياته الواحد. بس في ناس ممكن دكتور لو جاتهم حالة التشنج الكهرباء الزايدة في المخ، يعني عفوا اللي هو يزبد أو ينزل منه زبد من فمه، معناته مو شرط بالضرورة يكون مصاب بالصرع. لا، إذا صارت مرة واحدة لا تعني أنه عنده صرع، تكرره استعداده لأنه هذه تتكرر مرة واثنين وثلاثة هذا بنسميه الصرع، هذا المريض بحاجة لعلاج ومراقبة ومتابعة. صحيح. مو من أول مرة منعالج عادة يعني، لكن منشوف المريض إذا حسينا بتقييم المريض، يعني بنعمل له فحوصات، إذا في فحوصات كثير نعملها منها مثلا صورة للدماغ نتأكد أنه ما عنده مشكلة في الدماغ، نعمله تخطيط للدماغ كمان تخطيط النشاط اللي هو MRI، تصوير MRI بيكشف لنا إذا في أي ليجن معينة بحاجة لعلاج، لتخطيط الدماغ الكهربائي بيورينا الشحنات هذه أو النشاط غير العادي، واللي أحيانا بيساعدنا بالتشخيص. نعم، في هذه يمكن هذول أهم فحوصات نعملهم عند المريض، إذا لقينا مثلا أنه كل شيء سليم عنده، ما في دوافع أو أسباب تخلي هالتشنج أو هالاضطراب يصير عنده في الدماغ، هذا بنقول له انتظر، نحن يمكن ما تتكرر معك بإذن الله، نعطيه تعليمات عامة، أهم شيء موضوع النوم، لأنه النوم يبقى هو الذي يهد. أيوة، من أهم نقص النوم من أهم العوامل اللي بتساعد على حدوث الاضطراب. طيب يا دكتور، يعني أنا في حالة كنت مع شخص لا قدر الله وجاته نوبة صرع، ونعرف حالة الصرع هذه بتكون مربكة حتى للناس اللي حوالينا، الشخص المريض، كيف لازم نتصرف؟ كيف نتعامل معه؟ جميل. الحقيقة هذه كمان من المشاكل اللي تترافق أحيانا باعتقادات غير عادية عند الناس، يعني موضوع أنه نحاول نمسك المريض ونحاول نثبته ما يتشنج، هذا غلط تماما. يترك المريض، أهم شيء يترك أنه تنتهي الشحنة هذه أو النوبة التشنج بسلام على المريض، ما يؤذي نفسه مثلا إذا كان جنب مصدر الإزعاج، أدوات حادة، أو مثلا جنبه دفاية نار كذا، فبنحميه منها بس ونخليه على جنبه دائما، لأنه في احتمال المفرزات مثلا ينخنق فيها أو يبلع لسانه، يبلعها أو يشرقها أو كذا. اللسان هذه غالبا ما بتصير، نادرا ما تحدث، بيبين على المريض طبعا إذا حدثت لأنه بيزرق. لذلك فكرة أنه نحاول دخلوا يدهم خطأ ويرجع، هذه غلط كبير. صحيح. بس دكتور برضو سوري، يعني المفروض انه وقت نحاول وقت ما يكون في مريض عنده حاله صرع انه نحاول نحط حاجه بين اسنانه بحيث انه لا يعض لسانه ولا شيء. هو هذه عمليه التشنج هذه، لانه هذا اول مرحله من التشنج، هي الشد بالعضله، فالشد يحدث باول ثانيه، لذلك هذا انتهى، حدث من الاول. أوكي. بعدين بيدخل بطور ثاني اللي هو الانقباض والارتخاء بالعضله كذا بيدخل فيها بعد. لذلك هذه فعلا يعني عمليا ما في منها افاده، بالعكس احيانا بتاثر، تزعج المريض نفسه وممكن نفسه يعني يتعور منها. فاذا بنخليه بس بوضع آمن هو المريض، نعتني ونراقبه بحيث ما يزعج نفسنا. بعد الحالة عادة، بعد الحالة أحيانا في بعض المرضى إما أنه بيناموا ونتركهم، نحاول نتركهم يناموا ياخذوا نوم عميق، أو بيصحوا لكن بيكونوا confused شوي، ما أنهم ما يعرفوا إيش صار معهم، مو بس ما بيعرفوا، يعني بجوز يكون مضيع شوي، لأنه هذه شحنة أثرت على نشاط الدماغ كله. صحيح. فلذلك بنخلينا نراقبهم، نتركهم مثل ما هن ونراقبهم، ما بنحاول يعني بالقوة، لأنه هذه أحيانا بيكون ردود فعل المريض علينا ما هو يعني أحيانا مزعجة، تصير مزعجة إلو للي بيحاول، فبنحاول نراقبهم من بعيد. طب دكتور، هل يوجد هناك، احنا تكلمنا عن النوم وقلة النوم من العوامل المسببة للصرع، وكمان تكلمنا عن يكون في عامل وراثي، هل يوجد هناك أي عوامل أخرى ممكن تدل أو تشير إلى أن هذا الشخص معرض للإصابة بالصرع؟ طبعا اللي بيصير عندهم أمراض بالجهاز العصبي بالدماغ، يعني صار عنده حادث السيارة نحتري هالموضوع، اللي عندهم يعني أي مشاكل، التهابات، حكينا على السحايا،
الأورام أنا ما بحب جيب ذكرها لأنه هي سبب نادر جدا للصرع، لكن واحدة من الأسباب. يعني كل إنسان عنده مشكلة تحدث، عنده التهاب، عنده مرض في الدماغ، كلها في الدماغ طبعا بالدماغ طبعا، لأنه هو المشكلة أساسها الدماغ. نقص الأكسجين أثناء الولادة، نقص الأكسجين أثناء الولادة طبعا، هذا المريض صار عنده يعني التهاب نسميه الالتهاب الدماغي أو الاعتلال الدماغي المستديم هذا. طبعا مشكلته بالنسبة لقدراته العقلية ونقص قدراته العقلية أو الجسدية هي أهم بكثير من هالمشكلة العرضية. مرض الصرع عموما هو مرض من الناحية الطبية جدا حميد وخفيف، ومعظم المرضى بيعيشوا حياتهم طبيعية جدا مع العلاج بدون أي مشاكل، معظمهم على الإطلاق، إذا طبعا اعتنوا إذا إلى آخره. لكن المشكلة الأساسية للصرع اللي بنشوفها للحين للأسف الشديد هي مشكلة الرؤية والنظرة الاجتماعية الخاطئة بالنسبة له أحيانا، لأنه مثل ما حكينا مثلا في كثير، وهذه تغيرت مع الوقت ترى، لكن بوقتنا الأوقات مثلا ما كان يجينا مريض ما يمر على شيخ يقرأ عليه، لأنه بيعتبروا أنه هذا ممكن يكون تلبس مثلا مرض نفسي، تلبس كذا مربوط بالأمور النفسية إلى آخره. حاليا لا، تغير الوضع. أنا في رجال هيئة من الشيوخ والأجلة بيرسل فورا بيرسل المريض بيقول لا أنت عندك صرع، هذا مرض عضوي، روح على العيادة فورا. وهذا شيء يعني كثير جميل. طيب دكتور خلينا نتكلم عن العلاج وأنواعه، سواء العلاج الدوائية والغذائية والنفسية كمان. مجرد ما نشخص انه صار عنده صرع، المريض عنده صرع، بيعطى ادويه مضاده لانتشار الشحنات الكهربائيه في الدماغ، وفي مجموعه كبيره من الادويه بنختارها حسب وضع المريض وحسب جنس المريض. في ادويه مثلا مناسبه للذكور اكثر من النساء، بالعكس في شيء مثلا الافضل، مثلا في ادويه قد تؤثر على المبيضين عند المرأة مثلا، من الأدوية الشائعة المعروفة، فمنتقي الدواء المناسب. في أدوية مثلا بتخفف الشهية فمننتقيها للمرضى اللي ما عندهم مشكلة مثلا من هالناحية، والعكس صحيح. فإذا مجموعة من الأدوية هي العلاج الأساسي دوائي. في جزء من المرضى، جزء فقط من المرضى بحاجة أنه العلاج الدوائي، إما أنه يأخذ دوائين ثلاث نجرب له، إذا كانت الحالات شديدة بحيث تزعج حياة المريض تمام ممكن ننتقل للمرحلة الثانية، هي الجراحة مثلا، نرسله لمركز، في عندنا مراكز مثلا عدة مراكز حاليا في رياض المملكة اللي بتعمل هالنوع من الجراحة، وهذه بتفيد جزء منيح من هالمرضى هذول. في بعض الأجهزة اللي بتعطي مثل شحنة خفيفة كهربائية كمان عند الأهل، كمان هذه احيانا تستخدم بهالحالات. طيب دكتور، مرأة حامل مصابة بالصرع، هل لازم قبل ما تحمل تتابع مع طبيبها؟ هل الأدوية اللي تقدر تستخدمها او اللي بتستخدمها لمرض الصرع ممكن تكمل حملها فيها بكل سلاسة، ما لها تأثير، ما لها اي سايد افكت عليها ولا على جنينها؟ هذه جدا مهمة، ولذلك المرأة اول ما تجينا سواء كانت يعني لسه صغيرة أو بعدها طبعا للمستقبل، لأنه كثير من المرضى بحاجة للعلاج على سنوات، مدة صحيح سنوات مدة طويل، فهذا مهم جدا. في أدوية الحقيقة عندنا تأثيرها على الجنين محدود جدا إذا ما كان معدوم. إيش ممكن تسبب؟ لا قدر الله، محدود. يعني ما لها طبعا الأدوية مثل أي دواء. بالنسبة للمرأة ما في دواء عند الحمل يعتبر آمن، ما في تقريبا يعني تقريبا، لذلك إلا الفيتامينات أو أشياء منها، يعني في أشياء، لكن أي دواء قد يسبب. في بعض الأدوية المسببات أو الخطورة فيها قليلة جدا إذا ما كانت نادرة، فمنعتني أنه هذا الدواء تكون عليه المرأة إذا بدها تدخل وتحمل. وفي بعض الأدوية كمان اللي بتخفف أكثر من هالموضوع إمكانية حدوثه، مثل الفوليك أسيد، وهذه تعطى للمرأة وتنصح أنه تأخذها بهذه المرحلة. لكن إيقاف العلاج كثير يعني خطر، ما كثير محمود طبعاً، لأنه إذا صار معها بيأثر عليها وعلى الجنين. أكيد دكتور عبد الرحمن الطحان، نعم، استشاري علاج أمراض مخ وأعصاب، شكراً لتواجدك اليوم معنا. شكراً لكم، تشرفت. أهلاً مشاهدينا، إحنا كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة في نفس الموعد.